السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو القصير راح أحكي عن كيف احنا ممكن نعمل هذه الإكويجنز وهذه المعادلات باستخدام اللي هو الأمر إكويجن في برنامج الوورد. طبعا هذه المعادلة أو هذه المعادلة، خلينا نبلش في هذه المعادلة. طيب كالتالي، نروح على insert ونختار هنا إكويجن، نكبس عليها بتجينا هذه الشاشة وبتجينا طبعا الأوامر اللي لها. طبعا في البداية في عندي نكتب هنا حول انجليزي اي او عفوا اي اي تي، هنا بنحط يعني لتحت. فكيف بدنا نعمل لتحت؟ بنيجي هون بنختار هون، فصار الى ايش؟ مربع للاحرف الصغيره، بنكتب اي تي، بعدين نكبس على الاند حتى نيجي على يعني بعد او نبعد فراغ يعني تساوي. الآن بدنا نحط رقمين فوق بعض، فأنا بختار من هنا هذا المقدار أيوه، هنا بكتب اللي هو net income، وبدي أحط له إيش كمان IT لتحت. فهذا الـ income بعلمه بحطه هيك، فأجاله هنا مربع صغير لتحت IT. والآن تحت شو بكتب؟ اللي هو market value، عفوا value، والفاليو بحط في اخرها اللي هو مربع صغير حتى احط الاي تي هاي بهذا الشكل. طيب انا بدي اجي في الاخر ابعد فراغ واقول يساوي، بدي اكتب هذا المقدار. طبعا شيئين مقسومات على بعض، فانا بختار هنا شيئين مقسومات على بعض. اول شيء بحط نت انكم اللي هي مثل هذه بالضبط، بقدر انسخها يا جماعه، هاي نسختها وحطيتها هنا. وهنا تحت شو بدي احط؟ له شيرز نمبر. وهنا شو بدي احط مع نمبر؟ اللي هو احرف صغيره اللي هو اي تي ناقص واحد، وبدي ابعد فراغ ضرب، عفوا احنا غلطنا هنا. طيب قبل ما انا اكتب خليني اعمل تراجع، لاني بديش انا اطلع من المقام، بدي اظني في المقام النمبر. قبل ما احط له الاشي اللي بخصه بدي اقول ضرب، اوكي هاي ضرب ايش؟ اليرلي شير برايس، اللي هو اليرلي شير برايس. الان خلاص البرايس بدنا نحط له اللي هو ارقام تحتية اللي هو اي تي ناقص واحد، والشير عفوا النمبر نفس الشيء بدنا نحط له ايش هنا؟ اي تي ناقص واحد. وبهذا الشكل مثل ما احنا ملاحظين عرفنا نكتب هذه المعادلة. خلص هذه المعادلة صارت مكتوبة، فيش لها داعي. أرجو يكون هذه المعادلة طريقة عملها واضحة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.